منذ البداية كما توقعت بعد 2001 بأن الأمريكان لن يكونوا قادرين على الكسب، والآن أصبح الخسران الأمريكي وشيكا، وليس الأمر متعلقا الآن بإن كانوا سيرحلون أم لا، هم سيجلون عن أفغانستان، ولكن كيف سينسحبوا؟ هل سينسحبوا بشرف أو بشكل مهين لهم؟ نعرف أن الأمريكان أحيانا يكونون مغرورين وعنيدين كما كان الأمر في فيتنام، وكان عليهم في النهاية أن يرحلوا ويغادروا فيتنام، وكانوا يتعلقون بالطائرات المروحية لكي ينجوا من هناك. ستكون مقبرة ولا شك في ذلك، لا شك أن هذا سيحدث، والتاريخ يثبت نفسه. ثانية، سوف يواجهون نفس المصير الذي واجهه البريطانيون أنذاك. بعد عودة طالبان إلى أفغانستان سوف يأتوا ويطبقوا الشريعة ثانية، ولكن هذه المرة لن يرتكبوا ذات الخطأ الذي ارتكبوه في الماضي. الأمريكان ليس أمامهم خيار، يجب أن يخرجوا من أفغانستان. القضية هي إن كانوا مستعدين للخروج بكرامة من خلال التفاوض بشأن اتفاقية سلام، أو إن كانوا يريدون أن يهربوا ويخرجوا بشكل مهين. الخروج من أفغانستان كاللص دخل من الباب الخلفي، وآمل الأمريكان أن يستمعوا إلى هذه النصيحة. طالبان وضعت دستورها، ولذلك أقول إن طالبان ستضع دستورها ولن يملى عليها. ما مصير كرزاي وحكومته ورجاله؟ حكومته سوف تنتهي، وبالنسبة لكرزاي فأعتقد أن الأمريكان سينقل 400 إلى 500 شخص من أنصاره المقربين، ويمكن أن يؤخذوا إلى دول أوروبية متعددة. وأعتقد أن أفغانستان في ظل طالبان ستأتي لتحكم أفغانستان، ولن يكون هناك